حالك عندي بسلحة بتديرها راح نديرها دوك. Let's go baby. أروحو. يو كيف راني نخرج من الدار؟ أخيرا كنا نخرج برا نهضر. ليش خير من الدار؟ المهم دوك راني رايح الكوس روطار كالعادة وجبنا هيا التطاشو. كيف راني وصلت للكوس هيك نحارب شوية ندخل نحارب من بعد نولي معاك. كيف وصلنا عندي فري 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 روتار اكتيفي مود السرقة سوا ونقول هدرة شبيبة هاي طالعة لافاك يا خويا. لافاك هنا يا لما كان الضعفاء القوي كل الضعيف تغفل تخوفل خويا العزيز يا خو. دخلت البارح غدوة الاكزام الوقت غيزر ماشي نورمال اما لا غير اخطيك يا ما تدخلش الجامعة يا ادخل جيبا سيريو اي صح. لكم واحد الجهة اللي كيف هنا بافيون ما عمبالي بافيون 6 اخطيك منهم اللي كيف اخطيك منها ما تدورش هنا تجي منطقة محرمة من ندخل كاين بلاصة الشب شبه قاع في لافاك هذه هي الجهة تاع ارشيتكت يا خويا. هذه بلاصة الشباكة فيهم هذه تاع الميتين بعد نطلعوها بصح جا وخد اخرى شغل راك في غابة. راني وصلت راني في بافيون 9 راح ندخل بلاصة كي ندخل في الميلكم ليكيب زهري ما خليناش في شباب راح نجري عند كلاود نشري قهوة وكروسون نديركم شوية وش يقول له دورة ولا جولة. هذا لونفي الله ما عم بيش كون يقرأ فيه أقل أرشيتكت ولا أستي إنجينيور ولا منار. هذا بافيون 9 أوف كوفا. معلومة أخرى الماب تاع لافاك تبن جي تي كي تشوفه وهنا المشي ماشي نورمال تمشي بزاف يعني تير موتا البيطارة في تيرينر سمحوا ليكم تعانوا عاد الشيان ماشي نورمال والمكلة هناك شغل قيس قيس ريستو كش نهار نهبطو مشي اليوم مشي اليوم شارجي بزاف. المهم بيس المهم وصلنا كلاود ياي ويا هذا قهوة قبل كبير وانا تسلم تم عملية الشراء بنجاح دوك نحوس عليك شي نقعد فيها تم ولا والله ما عم بالي وين. المهم عملية القضاء للوجبة كي زهري ما قريتش نروحو نديركم الجولة نروحو وين ميتين ولكم بالبيروتيك تاعهم ومن بعد نروحو تاعنا تاعنا قريب ساعة جستلو ندخل نعاود نخرج بزاف بيدوي. نسيت قاعد نقولكم انا راينو للداود نقرا انفورماتيك في سمعة سعد دحلب الحزينة. المهم هذا هو وهذاك هو اوكي نفسه اذا جبكم فيديو هذا عندكم في البيطارة نجيب مرشد سياحي وندير وصلنا وين ميتين هاوليك بلاصة شابة انتيك او لا لا هذه هي بلاصة انا قاعدو
زوج المستقبل ولا اصدقاء نورمال فرنس. المهم قعدوا هنايا يجوزوا في الوقت ومن هيك دوك نروحوا نوريكم وين يدخل ميسين وين يقراو الاطباء الفيتاس. هاوليك انه ممر الياس جوز تكمل وتدخل كاين لونفي الداخل وحنا ذكرنا رايحين بيبليوتيك المكتبة نوريكم يما في وين طواب بلا هذا مكان وصلنا باش نتفاهموا على عفسة البلاصة الوحيدة اللي تشوفها تقول صح راك في لافاك هذه هي ان شاء الله تشوف يا ان شاء الله يصلح مسخميها من الجهة الاخرى شوف بنين من هيك وقت الارهاب ما بدلوش نو صافا نوعا عجبني المنظر هذا شباب من فوق. المهم احنا ندخلو خلينا متبهدل انا فارغ من فهم ما بيش وش يديرو فيه طلعت فوق ايوا انا مليحة كيكم كشتا كيف كامل يخبشوا غير انا راني جايب العب جماعة راني خارج وصل لوقت الدراسة كاين عفسة كل الدرجة هنا هي 200 باينة كلايس خلاص انا بيبليوتيك كاين طوابل هذا ما كاين اذا قريت اذا قريت كيما قلت كاين والله غير قعدوا 4 سوايع يقراو كيف هادو اللي كيف يديروا ما فهمتهمش اغلبيتهم بناتهم كورة قاعد يقراو انا قعدت شوية ما درت ولا عييت نطيح لكم شوية زعيم نعرفو كاع نفهمكم ما قلت مثلا مانيش فاهم اكزاكت مثلا نفهمكم شويه شو كان انتيرو انتيرو باش بدلوها فرد ردو انتيرو باش طيح شويه هكا شغل بدل الجامعه وكاين اكزام اكزام قاعد لي زام نورمال لي انتيرو كيف قال لك مقسومين حضوري 5 تي دي تي دي معناتها الله واش معناتها معناتها شغل تحضر في كلاس ويفيرو تمارين وكور كور شغل غير يدير لك الدرس هذا ما كان حصه درس وإذا فهمت فهمت إذا ما فهمتش ربي معك وكيما تقول له شيخ فهمني ما عادش تفهم برك إذا كان عبسة واخد أخرى وكاين تي دي تي دي هادي حلوة كاع تي دي التطبيقي كيما انفورماتيك ألغوريتم نجيبو بي سي نطلعو لازاريوس ونخدمو به وكاين عبسة واخد أخرى واش كاين هذا ما كان وكاين لي زونتيرو يحسبو على 12 إن شاء الله الشابيتر الأول اي 12 شابيت دوزيام ما نبغيش حلي حسبوا له على حسب البروف وهذاك هو هذاك هي وكاش ملاحظه اكتبوها من تحت هذوك هذوك هاوليك اي صار يا ظاهره التيك توك من اللور شو شو ريحت لها ديريكت يا اخو الظاهره هذه منتشره في كل مكان حاب نتلاقى بواحد من نيجر ولا من مالي باش نقول له قول لي رايو في الجزائر سعيده ما عندي اناليز دوكا انا رايح تشاو Now we have English. نروح نقدموا البروجي تاعنا وراني نستناو فيها ان شاء الله ما تجيش Let's go. برني ميت بلايا تبهدلنا وخلاص ما حفظنا ما ولا ليكيدينا ماني رايح للدار الكوس دوكا تاع 4:30 هيا تشاو
لكم معلومة كيما كاين ممر السعادة كاين ممر الحزن. هذا هو ممر الحزن. كي تدخل في لافاك ولا خارج ممر الحزن ليكيب. ايا تشاو باي. اليوم انا وليت انا هي الكندا. حاب نقول لكم اخر عبسة. اصحاب البوكا مجيين دوكا اقراو مليح ومتفشلوش باش ديروا واش تحبوا وبينوا زعما كي يقول لك انفورماتيك ما تستناش عبسة كبيرة. كما انا قلت انفورماتيك خلاص مع الاخر واش تقرا كما غير الاس ام والالغوريثم نحس صح نقرا انفورماتيك بصح الجبر واناليز يعيلك راسك هذا ماكر وفيزيك وانجلي نورمال تسلك عادي بصح الجبر واناليز راح تعيا و هذه هي زيارة روحكم وباش تخيروا نتحبوا وتروحوا انت وين تحبوا. هذه هي بيس out.